يعد طاعون عمواس من أسوأ الأوبئة الشديدة التي واجهت المسلمين خلال عهد الخلافة الراشدة، وقد سمي على اسم بلدة عمواس في ضواحي مدينة القدس الفلسطينية، حيث بدأ من هذه البلدة وانتشر في باقي بلاد الشام في السنة 18 بعد الهجرة. كما يعد امتدادا لطاعون جاستينيان، وهو وباء وقع خلال عهد خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد فتح بيت المقدس، حيث مات فيه الكثير من المسلمين. أراد الخليفة عمر وقتها زيارة الشام، فخرج بصحبة عدد من المهاجرين والأنصار، وعند حدود الشام لقيه أمراء الأجناد بقيادة أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح، فأخبروه بأن الأرض سقيمة، فشاور عمر من معه فأجمعوا على عدم مواصلة الذهاب نحو الشام عملا بالحديث الشريف: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. وقد حاول عمر بن الخطاب إجلاء أبا عبيدة من الشام، لكنه أبى أن يخرج منها عملا بهذا الحديث الشريف هو أيضا، لتتشكل بذلك نواة فكرة الحجر الصحي التي أجمع كل أخصائي الصحة المعاصرين على فعاليتها في كل زمان ومكان. عاد الخليفة عمر أدراجه إلى المدينة وعقله مع أهل الشام، فكتب إلى أبي عبيدة بأن يخرج بالناس إلى أعالي الجبال حيث الهواء العليل، ويبعدهم عن المستنقعات والسفوح والأماكن المنخفضة حيث البيئة الملائمة لتفشي الوباء. فأخذ أبو عبيدة والذي أصيب هو الآخر بالوباء بنصيحة عمر وخرج بالناس، لكن لكل أجل كتاب، فقد توفي أبو عبيدة بعد أن استخلف معاذ بن جبل على الناس، إلا أن معاذ ما لبث أن أصيب ومات أيضا، فخلفه عمرو بن العاص والذي ذكرت كل المراجع التاريخية أن نهاية الوباء كانت على يديه، حيث قال مقولته الشهيرة الحاسمة: أيها الناس، إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار، فتحصنوا منه في الجبال. أي أن هذا الوباء مثل النار التي تظل مشتعلة ما دام هناك ما تحرقه، فإذا لم تجد ما تحرقه خمدت وانطفأت. وقد استمرت هذه الإجراءات وقتا طويلا دام لأشهر عدة قبل أن تأتي النتيجة ويختفي الوباء نهائيا. مات فيه من مات ونجا فيه من نجا، لكن وقعها كان مأساويا للغاية، حيث أودى بحياة أزيد من 30,000 شخص، بينهم خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.